بس زحمة كلام كتير بنتكلمه ومش عارفين معناه، ملوش أي علاقة باللغة العربية. تعالوا مع بعض نعرف أصله إيه. أهلا بيكم معانا مرة تانية. كلام كتير من اللي احنا بنقوله ملوش أي علاقة ولا أصل في اللغة العربية، إنما ليه أصل وعلاقة وثيقة جدا في اللغة المصرية القديمة. انت بتقوله تقريبا كل يوم، بس انت مش حاسس بنفسك وانت بتتكلم زي الاجداد. واكيد اكيد سمعته كتير في وصايا الامهات، زي مثلا يا ماما ما تمققش عينيك في الزفت اللي في ايدك ده، الزفت ده بقى يبقى تابلت يبقى لابتوب يبقى يعني حاجات كتير. المهم مقى، كلمة مقى يعني ايه؟ يعني نظر بنت عين، واصلها واضح جدا جدا في اللغة المصرية القديمة. مقى بالظبط بالظبط زي ما احنا بنقولها، ومعناها نظر بنت عين. زب زب. احيانا الامهات في مصر بتستخدمه كسلاح لبعيد المدى. يعني المهم شفشف ملوش برضه اصل في اللغه العربيه، انما ليه اصل في اللغه المصريه. هو في الواقع اسمه تب، تب يعني فرده واحده. المفروض ان هو يبقى تب وي عشان يبقى جمع، بس احيانا المصري كان بيستخدم الكلمه مرتين عشان يشير للمسمى، زي بقى تب 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 تب، ومنها تحولت لشبشب. احنا لسه مع وصايا الامهات اللي بتقولها كتير، يا واد خوتني بقى، لما الطفل يقعد يزيد ماما 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 ماما. ساعات بيبقى عندهم حق الصراحه، حاجه مملة جدا. المهم خوته، يعني ايه خوته؟ خوته بمعنى شديد اللهجه، او بتتصرف بتصرف مجنون، تحول معناها لحد زنان يعني بيقعد يبقى دماغك. خوته خط. نونو يا نونو لا 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 نونو بتعيط لي. نن نن واذبح لك جوز الحمام، بغض النظر ان هو مش طبيعي انك تذبحي حد عشان ينام، بس يعني هما بيقولوها كده. نن، كلمة نن احنا بنستخدمها لأكتر من معنى، نن بمعنى نام، ونن بمعنى نوم أو يعني حد طفل صغير، ده نفس المعنى اللي كانوا بيستخدموه القدماء نن، بس هنا كان بيشيروا ليه للطفل الصغير، مش النام ومش ذبح جوز الحمام وما بيذبحوش حد عشان ينام. تاتا 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 واحد اتنين تلاتة، تاتا 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 واحد اتنين تلاتة. تاتا خط العتبة. كلمة تاتا برضو بنستخدمها للأطفال، هو ليه كل حاجة على فوق؟ مش مهم يعني. تاتا بمعنى الخطوات بهداوة، خطوات الطفل الصغير. تيتي تاتا. مش فاكرة ايه، مش مهم. مش قضيتنا. المهم كلمة هم يعني كل مام او هم هم، ليهم اصلين، اصلين طبعا مصري قديم. واحد منهم الاله اللي كان المسؤول عن اكل قلب المتوفي، لما المتوفي يطلع شرير ويخش النار فياكله ويروح بيه جهنم. المهم قال ايه اسمه عمعم، ومنها اتطورت الكلمة. والكلمة التانية باسم هم هم بمعنى كل. أما بقى عيلي زهق إجواته، أما أنا هقعد عليك أبططك. بطط بمعنى سحق، وهي بالظبط في اللغة المصرية القديمة كده، بطط بمعنى سحق. بح خلاص كده كلامنا خلص. كلمة بح بمعنى خلص، بح. حبيت أقوله إن المصريين القدماء موجودين في أسمائنا في ملامحنا وفي أسماء الدول، اسماء بعض الشهور، سوري اسماء بعض القرى، اسماء بعض الشهور. فياريت كلامنا يبقى موجود كمان افعاله. اشوفكم المره الجايه.